احنا مبسوطين جدا بتواجدكم معانا النهارده. النهارده يوم مختلف جدا بالذكرى العشرة، واللي نامل طبعا للمتحدون الاستمرار لما هو ابعد من كده ل20 وال30 واجيال تانيه كتير، وتستمر فكره الاقباط متحدون زي ما اسسها الراحل عادل اباديل بنفس الروح بنفس التفكير باجيال مختلفه. باسم الواحد الإله الذي لا معبود سواه، له نحن الرؤوس والركب والرؤوس والجباه، لأنه قابل الصوم والصلاة ولا نعبد إلا إياه. أحبائي الحضور، يسعدني جدا أن أكون بينكم في هذا المساء المبارك مشاركا في هذه الذكرى العاشرة لتأسيس موقع أقباط متحدون. هذا الموقع الثري والغني الذي يكتب فيه عمالقة وأناس وطنيون مخلصون لمصر ولكل قضاياها العادلة، وبشكر من كل قلبي الدعوة الكريمة لكي أحضر هذا اللقاء من الأستاذ عزت بولس والدكتور ميشيل فهمي. أشكرهم على دعوتهم الكريمة، وأسعد بوجودي معكم في هذا المساء. أولا، نحن لسنا رجال سياسة، ولكننا رجال دين نؤمن بالوطنية، فالدين يحيي الوطنية. وأذكر ما ورد في رومية 13 عدد 1 أن أوصى القديس بولس، أوصى المسيحيين أن يخضعوا للرؤساء ويحبوا الوطن. ولذلك نحن نحب مصر، وسيظل الأزهر والكنيسة علامات وطنية مضيئة تقدم حب الوطن مع حب الله. وفي الحقيقة كلا السياسة والدين قد يختلف في كثير من الأمور، لكن يتفق في الفكر والكلمة. فالسياسة تقدم فكرا، والدين أيضا يقدم فكرا. فالعقيدة في بدايتها فكر، يعتقد الإنسان ما يفكر فيه ويقتنع به. ولذلك إن كنا في الدين نؤمن بالفكر، فإننا أيضا نزكي كل فكر صالح لصالح الوطن، وسنظل نحيي الوطنية وحب الوطن كما نحيي في القلوب حب الله كرجال دين. وأحب أننا أتذكر معكم تلك العبارة الخالدة لقداسة البابا شنودة، نيح الله نفسه، حين قال أن مصر ليست مجرد وطن نعيش فيه، وإنما هو وطن يعيش فينا.